السلام عليكم، اش اخباركم؟ كي دايرين؟ مع الصحه لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الاسم ديالي بشرى، ساكنه في الالمان في برلين. غادي نخرج دابا شويه، غادي نخرج للسونتر، يعني برلين راه كلها السونتر، ما كاينش شي بلاصه غادي تقولوا فيها هذه السونتر، كلها فين ما مشيتو كاين السونتر، كيتسمى السونتر. المهم غادي نمشي للنواحي فين ساكنه انايا، غادي نمشي وغادي تشوف واحد البولفار طويل كله بوتيكات، كله انواع ديال البوتيكات، من الغالي من لي مارك حتى الرخيص. ان شاء الله دابا غادي نخرج، دابا غادي نقضي شي حاجه وغادي نساليكم شويه معايا، وكنتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو اللي غادي ندير، ومن بعد نشوفه. اوكي، دابا انا هضرت معكم من لابارتمون، من الدار، ودابا غادي نخرج وانا معاكم. واخا، يلا خليتكم على خير وتبقاو على خير ان شاء الله. توكلنا على الله، انتم معايا دابا كتشوفوا. الجو عندنا بارد، كتنشنش الشتيوة، الجو بارد والله. هاد الايامات كنت انا وراجلي مشينا لاسبان، مشينا لمالاقا والمربية، الجو غزال، يعني الناس جالسين زو لابسين المايو، المهم اكترية الكور لابسين المايو، داكشي مسرحين في الرملة، والجو سخون. عاود رجعت لهنايا، رجعت نتقف قيفة والبرد. المهم انتما كتساراو معايا كتشوفوا شويه قسط من برلين، وكل مره غنوريكم حاجه، كل مره غنوريكم حاجه، وانتما كتساراو معايا كتشوفوا الاجواء ديال برلين ديال المان كيفاش دايره. حيت برلين مدينه كبيره، راه جوج مرات ثلاثه ديال كازا. ملي حيدوا داك الحيط في 1989، حيدوا داك الحيط صافي وكبرات، زادت كبرات. هاد المنطقة فين ساكنة أنايا كلها بوف، بلاصة فيها البوتيكات وفيها القهاوي الريستورات، يعني ما تقنطيش. دراك يهضروا بالألمانية، وبغيت نعطي دروس الألمانية للدراري الصغار، بحال دابا الدراري الصغار في المغرب، هذا الناس اللي عاوتاني زال الكبار، الواحد يتعلم اللغه ما تعرف زهرو فين يجيب، واحد يبغى يخدم في التوريزم، بغى يخدم في لوطيل، الدراري الصغار يتعلموا الالمانيه من صغرهم، يتعلموا شويه، علاش لا؟ دابا راه ولات ماشي الفرنسي اللي ولات في المغرب ولا لونجلي، راه ولات حتى الالمانيه الدراري كيكبروا باللغات، ولات صغار بدا يتفرجوا في كل مره يسمعوا شويه حلقات بحال هكا، زعما يعني تقدروا تشجعوهم. ولينا كنسمعوا على الاخبار السيئه على الوليدات، هذا الشيء كيأثر في والله كيأثر في انا بعدا أثر في هادشي بزاف، ملي كنسمع الوليدات كيتلاحوا في البير، الوليدات كي فدا سميتو في ضايعين، والله يكون في العون. الام كتكون خدامه، الاب كيكون خدام، لان الاسعار ولات نار، وكل واحد الله يكون في العون ديالو. المهم غير الدراري باش يتلاهوا، بعدا يتلاهوا في حوايج زوينين ويطلعوا زوينين ويطلعوا نقايه. المهم هاد الشارع اللي كتشوفوه قدامي كيتسمى شارع كودام، شتي ها القهوه ديالي فين غنجلس من بعد، هي هادي حدايا، شتيها القهوه ديالي انا المفضله، اينشتاين كافي معروفه انا تما، انا وراجلي خلاص فات حدايا. من غنقطع الشانطي خصنا نرد البال، خصنا نرد البال هنا نقطع الشانطي. هادي دوغلاس، دوغلاس عندنا كتبيع الماكياج وداكشي، تنمشي نهار وندخل تما ونوري عليكم الماكياج اللي عندنا. كانك تكون في زايوبور في المطارات، كتكون موجوده بزاف في المطارات. في كازا ما نعرف عندكم وقيله سميه اخرى، انا ثلاث سنين ما رجيت لكازا، دونك صافي تلفت، ما بقيتش عارفه شنو كاين في ماروكو مول وداكشي، شنو كاين في كازا، حيت اسبانيا كاينه ولكن عندها اسم اخر.
داكشي علاش. المهم انتما كتفرج شوفوا هذا البلاصه ديال الكازينو. يلاه بناو جديد، يلاه تبنى كان بوتيك وما تمشاتش داكشي مع كورونا، وداروا شبيل بانك برلين يعني البلاصه ديال الكازينو. انتما غاديين معايا شويه بلاصه البوتيكات تاع لاكوست اللي انتما غاديين. انا واخا ما فيا ما نخرج ولا خرجتوني، نتوما قلت ندير لكم فيديو نصيب خوتي فيديو، علاش لا؟ هذا حتى الواحد الا ما قالك اللي ما شافش اللي ما شافش تنزل ياك، هادشي اللي كيقول الانسان. شتي تما لاكوست، نتوما غتشوفوش هاد لي بوتيك كاينين عند كاينين في كازا. هذا شتي هذا كان بوتيك كبير، ها هو يلاه سته هويا. شتي هاد كورونا خرجت على العالم باسره، الله يحفظه صافي والله يجعل السلامه. راه لا في اوروب ولا في اي بلاصه. هاد البلاصه ديال ليغينز، شتي ديال ليغينز في هذيك ليغينز مزيولين هادو. شتي اللي باقا ما دخلتلاش نهار ندخل ليها ونصورها حتى هي. انا زعما ليغينز هاد الكلوسون في الدار بزاف. هاد البوتيك دو كوبل حتى عندها حويجات زوينين غاليين ولكن زوينين. دو كوبل يعني بوتيك فرنساويه، يعني الشيف ديالها فرنساوي. الشتا بدات كتنشنش، ما كاين مشكل. كنتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو، وما تخيبوش ليا الظن ديالي، لا يعني فيديو تشجعوني به ان شاء الله. قلت نبدا بهذا الفيديو نوريكم بعدا فين انايا، باش غادي نقدم ان شاء الله مواضيع زوينه، مواضيع بعيده من المشاكل وبعيده عن ان الانسان خاصو شويه ديال ماشي خاصو ديما المشاكل، يسمع المشاكل ويسمع الاهات وداك الشيء. الانسان عيا خاصو شويه يسمع حوايج زوينين، وحتى لا كان النقد انا كيعجبني النقد يكون حتى النقد يكون ايجابي، النقد يكون ايجابي يعني ما يكون سلبي. لا حنا الامهات ولا حنا ربات بيت ولا الرجال الموظفين ولا الشباب ولا اي واحد، يعني خاصنا يكون النقد يكون نقد يعني بوزيتيف يعني ايجابي، لان النقد موجود في اي حاجه. النقد كيكون في النقد في القران، في التجويد ديال القران كيقول لك هذا كيجود احسن، كيجود احسن من هذا، هذا بحال هذا كيزرب في التجويد، هذا ما كي عنده بدل ما يقول الرا كيقول الرا. يعني الانسان راه كاين النقد في اي حاجه، النقد في الماكله، النقد في الطياب، النقد في الانسان خاصو يعرف كيفاش كيدير النقد. نقد خوك، نقد خوك الاسم مسلم، ولا تنقدي اختك المسلمه وتعرفي كيفاش تنقديها، تدري لها النقد يعني نقديها. تقدر داك النقد ديالك اللي غادي تكتبيه ولا اللي غادي تقوليه يقدر يرجعها للطريق المستقيم، ولا تقدر تعلم داك النقد ديالك. بحال دابا في المسرح مثلا، انا في النمسا فاش كنت عايشه في النمسا كنت خدامه في المسرح في التياتر، كان كيخرجوا الناس من التياتر بحال دابا كيبدا ينقدوا، كينقدوا الموسيقيين. حتى الموسيقى كتنقد، هذا ما لعبش مزيان، هذا الموسيقى ما خايبه، ولا هذه الموسيقى غزاله زوينه، ولا هذا اللي ما غناش مزيان، ولا هذه ما غناتش مزيان، ولا هذا ما كانش مزيان على المسرح. راه في اي حاجه كاين النقد، وانا كيعجبني النقد، ولكن يكون النقد بناء، ويكون النقد يعني حتى لو كان كاع سلبي، ولكن يكون ولكن نقد ماشي هو هذاك، ولكن يكون واحد المستوى، واحد المستوى يكون زويون، ما بلا ما يجرح خو المسلم، وبلا ما يتعدى على الشخصيه ديالو. وهكا حنا غاديين، انا هادي هي الافكار ديالي، وهادي هي الافكار باش ربيت انا وليداتي، وان شاء الله غتعرفوني غادي نتبدلوا الاراء بزاف، وغادي نولوا نفكروا زوين، وغادي تفكروا زوين غتبقاو ديما صغار وديما شباب وديما زويونين وديما غزالات. والشباب حتى هو، حتى الشباب حتى هو كاين بزاف ما يتقال على الشباب لا بنات ولا ولاد. واش غنقول لكم، كنتمنى لك اي واحد، كنتمنى له الخير على اي واحد كيمشي على الارض، على ارض سيدي ربي كنتمنى له الخير، كنتمنى له السعاده. اي واحد فينا كيستحق السعاده، اي واحد فينا كيستحق يكون مرتاح، اي واحد فينا يستحق يكون بخير وعلى خير.
يا بالقليل يا بالكثير. هذه اش ام شي هاد ما كتدخل لها حتى كتكون دير الكونترول. شتي كيدير الكونترول حيت ديك جوج جي، يعني اما تكون دايره تلقيح يا اما تكون ديزا فايته في كورونا. بحال دابا انا فايته في كورونا وما ملقحاش، باقي ما ملقحاش، لان اللي عطاوني ديك الورقه ديال باني بريت من كورونا عطاوني حتى لو 4/4، يعني حتى نهار 4 افريل. عاد من بعد 4 افريل عاد عندي حق نلقح، ومني غنلقح يعني غيتسمى عندي بحال عندي جوج تلقيحات. هادشي اللي كاين. باش نهار غندخل هنا عاوتاني هنا الاشي ام باش نوريكم شنو كاين هنايا، شنو موجود هنايا، شنو كاين الجديد. ياك ندير لكم نهار حتى هو كل مره ندير لكم شويه، نعطيكم شنو نعطيكم بروموسيون شنو كاين في، حيت بعض الخطره كتكون عندنا حنايا البروموسيون هنايا ولكن في المغرب ما كتكونش. هذه لاحظت حتى في ماروكو مول كيكون عندنا هنا البروموسيون شي حاجه كتكون كدير غير 5 ايرو ولا 3 ايرو يا 600 ريال، وتما كدير باقه الثمن عندها هو هذاك. واش فهمتي؟ راه سيونت ا سيونت ا، ما عرفتش واش عندكم سيونت ا. عندكم تما في سيونت ا، يا ريت تقولوا لي في التعليق واش عندكم سيونت ا. ديك الدي ام، ديك الدي ام هذيك البلاصه اللي كيتباعوا فيها حدايات اللي هي الفوق فاش خليتها كيتباع فيها كلشي، شامبوان كلشي. تندخلوا نوريها لكم، فيها شامبوان فيها كلشي كلشي داكشي اللي بغيته. هاد الشارع راه طويل، راه مازال راه قسمته على النص، حيت جيت من الدار لهنا قسمته على النص، راه طويل، راه خاصو ساعتين ساعتين نبقى ندير فيه لا مارش الي غوتو. السميه ديال الشارع شتي كور فيرستن دام، كور فيرستن دام يا يعني. وكي ملي كيقصروها كيقولوا كو دام كو دام. تعلموا معايا الالمانيه بشويه بشويه، والله حتى تغتوني تهضروا بالالمانيه من داكشي قسما بالله، خاص غير اللي بغى الخاطر. اكثريه الناس اللي خدامين في باقي كيقراو ولي عندهم مستقبل كيشوفوا بشي بحال ما شكون اللي واحد يعطيه زهرو يخدم في شركه كتخدم على المان ولا يبغي يجي لالمان. شكون يجي الظروف ديالو، كل واحد يتزوج يجي لالمان بعد على الاقل يكون يعرف الالمانيه ولا يخدم في المغرب في شي مجال في عندهم على المان مع الالمان. راه توتي بوسيبل، كلشي ممكن. كل ما يقدرش يقول الانسان هذيك اللغه ما عندي ما ندير بها. ودر اكثريه هذيك الدراري الصغار اكثريه اللي هذو اللي طالعين هذه الجينيراسيون اللي طالعه تعلم شويه اللغات. انا نفعتني اللغات نفعوني انا والو في الحساب وفي التاريخ الا سولتوني والو، ولكن اللغات عندي معاهم هما اللي نفعوني يعني في الخدمه، هما اللي نفعوني بشحال من حاجه. نقول لكم كوكو انا شنو انا مكبطه شتي يلا تبع هذا راه كلها كانت ترابت فاش كانت واحد الحرب مع روسيا ولا ما كانت واحد الحرب. انا حتى التاريخ قلت لكم راه التاريخ راه شويه ماشي تلي وعطيني نجددوا هادشي. هاد الكنيسه هادي اللي جا من السياح خاصو يجي يشوفها. راه اشي ام عاوتاني غير هاد الشارع راه فيه شي ثلاثه ديال اشي ام، ثلاثة ولا جوج ثلاثة راه شتي هي عاوتاني. هذيك الحانوت اللي حداه مويتي ديال الشينوا، داك الشينوا عندهم شي حوايج زوينين حتى هما شتي. هذيك اشي ام ليفيس لهي. انا عزيزة عليا المكازات وعزيزة عليا لا مود، غير خلوها على الله. على عزيزة عليها لا مود دخل معايا، ما عنديش على لامود دخل معايا ما كاين مشكل. طلاق عطاك المواضيع اخرى، غير حيدوا عليا غير الطياب. انا ما كنعرفش نطيب، انا نقولها لكم من هنايا ما كنعرفش نطيب، كنطيب غير شوي شويه 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 كنعرف. حد ديجا انا ما كناكلش بزاف، كناكل داكشي اللي قسمنا ما كناكلش بزاف كنت كنطيب داكشي اللي قسم الله، اما داكشي الطياب ديال الحادقات داكشي
داك الدجاج اللي كيديروا ليه بحال دابا كيتحمر داك الشيء. انا كنحمر الدجاج ولكن ماشي بحال ديال المغرب. غنتعلم معكم شويه بشويه، ندخل معكم في الصفحات اللي كطيبوا، نتوما تدخلوا معايا في الصفحات ديال لامود، وحنا كنتعاونوا بعضياتنا. شتي ديك البلاصه اللي هي انا غنوريها لكم، راه مكتوبه بيكيني برلين. شتي باش نوريك باش نكبرها، باش نكبرها شي مكتوبه بيكيني برلين تما. ايه تما كانت داك الوقت، ونهار ندخل ليها عاوتاني ونوريها لكم. كنت خدامه تمايا واحد البوتيك ديال اتاي اللي كيتصايب اتاي في لي بواط في لي باكي، وداك الشيء داك الشيء تري مودرن مودرن زويون. ودابا ما تمشاش ليهم مع دابا كورونا وداك الشيء، حيت كان شركه فرنسويه، وكاع لي فيليال ديالها كاع لي كاع سميتو سميتها كوسمي كوسميتي، وكلها كلهم الحوينتات اللي كاينين في برلين سدوا. مع مات دابا ملي كورونا خرجت عليهم صافي عباد الله، ولا غير سد 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 غير داك الشركات الكبار هذوك هما اللي بقاو اكثريتهم، وداك الاخرين اللي عندهم الحبه بيان سيو اللي لاباس عليهم وخلاو الحوان ديالهم بطبيعه الحال. اما بزاف الشركات هاد الريستورون هاي سدت هي فابيانو، راه وقيلا عندكم في كازا كنظن كاينه في كازا ما نعرف. فابيانو كدير كاع داكشي ديال كاع لي انواع ديال لي بات فهمتي، كتوجدهم ليكم وانتم كتشوفوا كتقولوا لا بغينا هاد شويه البصله شويه الفلفله شويه هكا شويه هادي شويه هادي، وكيطيب لكم داكشي قدام عينيكم. وهذا ولكن سدات في برلين سدات، في مدن اخرى في المان ما عرفتش. وشوفوا شحال طويل هاد الشارع تبارك الله، راه كله هذاك الدايشمان اللي هي ديال الصبابط. دابا غادي نوريكم شنو كاين في هذا الفيديو ان شاء الله. ومره قولوا لي شنو بغيتوا، فين بغيتوا هذا نمشي لا مود اشي ام، مره اسبري مره زارا، ندخل لزارا مره مانجو، وباش تشوفوا تشوفوا عاوتاني لي بروموسيون اللي كاينين. وحنا غاديين ياك هاد غيتيوال ما عرفتش، حيت دابا ولات كي ولات دايره كي 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 سميتو كيقولوا بحمرون، انتشرت هاد غيتيوال. كانت فيها الصابون البلدي ديال المغرب كيتباع، هادي كتباع كاع لي برودوي، عندها لي برودوي زوينين لي برودوي ديالها زوينين لي برودوي ناتوريل، عندها لي برودوي فنين. واش كاينه في المغرب الحبيبات ديالي ما عرفتش، وانا اللي كنهضر معكم وحق الله بحال اللي جالسه معكم، لان قنط 3 سنين ما نزلش المغرب، و ما انا ما جلباش، والراجل ديالي ما يقدرش يجلب لان صحته ما تسمحش ليه، قلبو داكشي الطونسيون كيطلع ليه هذا، وخاف بزاف وتحرمت من المغرب بثلاث سنين هادي. وما كنهضرت ما عنديش صحابات ما عنديش هذا، قلت الله غندير اليوتيوب وما يكونوا صحاباتي وهما يكونوا حباباتي، وان شاء الله يكون خير يا رب، وتقبلوني كما انا كيفاش كنهضر كيفاش نوريكم هذا الشيء. اي حاجه خصاتكم نوريها لكم قولوها ليا، ما كاين حتى شي مشكل، على الرحب والساعه. المهم ان شاء الله تكون يعني معرفة الخير ان شاء الله هادشي اللي بغيت، ونهضروا في الخير ونهضروا في السعاده ونهضروا في الحوايج الزوينين. هادي ساتورن، هادي خوتي هادي اللي عاد تبغيوها عاوتاني، فيها كاع داكشي الكترونيك، كاع داكشي الكترونيك من البورطابلات من اي لي ماشين، شحال من الطاج فيها شتي، كاع لي ماشين الكترونيك فيها حتى هي من الرخيص للغلا. ساتورن واش كاينه في المغرب؟ انا ما كنظنش كتكون في المغرب، عندهم سميات اخرين فيها سميتو، عندها واحد السميه سميتها بعدا في اكادير سميتها كوريما ولا ما سميتها واحد السميه عندها. هذه غوسمان، هذه فين كاين المكياج حتى هي شتي، فين كاين المكياج. خصني دابا خصني ندخل بلاتي بغيتي ندخل لها نوريكم، خصني نوريكم شويه، ندخل شويه نوريكم، ندير الماسك هو الاول، ندير الماسك نقولو بسم الله. هادي بحال الدي ام اللي قلت لكم، الدي ام اللي فيها المكياج داكشي حتى هادي. المهم هادي انواع الماسكات، هادي اللي كدير لك خيب شحال زوينه، هادي كدير لك خيب عندي 17 ايرو 18 قولي بحال قلتي 3600 شتي، كدير لك خيب زوينه هادي والله، كدير فوق منها الفروي شتي زوينه هادي.
عجباتني تنجي ناخذها ان شاء الله. تبقاو فيها غير جوج شان تبقاو فيها غير جوج ناخذها نيس ناخذها نصايب لي ديالي ندير لي لي كريب. الصوت ديالي كتسمعوه لان انا دايره الماسك شان. هادو ديال السليبات ديال الدراري الصغار التقيشرات ستينات البلاصة ديال لي بلون ديال الورد الورد ديال البلاستيك لي ماسك شبعونا ماسكات ديال الرجال ديال الحسانة شتي هادي 10 ايرو تقريبا قولي 2000 ريال كدير يعني 10 ايرو هي 2000 هي 2000 ريال وشي حاجة وصفر طبيعة الحال شتي هادي اللي كطيب البيض هذا كاين في المغرب هادشي كلشي كان في المغرب كلشي عندكم الحمد لله في المغرب كطيب الماء هادي اللي كدير الميكس شتي الميكس ديال كلشي كان في المغرب الحمد لله المغرب ما خاصو حتى شي خير هذا خلاص ديال الحليب اللي كديروا فيهم غير كاين تما في المغرب كاين كلشي شي غير كنوريكم تقريبا شنو عندنا هادو كل لي بتي كادو بحال هكا شتي بحال هكا ست كتكون كتكون لي بتي كادو هدية كتبقى كتدفع كتطلع لك معروضين ولا شي حاجة شتي هادي كتلصق ديال الحمام شتي هادي هادي كديري فيها البرودوي كتلصق كدا في البرودوي وتوركي باش توصلي يديك ولا صاب هادي ديال الصويبين هادشي كتعلق كتلصق هادشي راه كلشي كاين في المغرب أكيد كاين هادشي كلشي في المغرب شتي كيفاش كتلصق هاديك هاديك صايف غيكال هادي والله عجبتني هادي شتي هادي عجبتني نلصقها في الصابون شتي غنبقى نمسح تحت من نمسح نفكر نفكر قبل ما نشريها شتي هانتوما دوف هذا الكريم كيدير بالحوايج ولا كيدير ها بلاصة الماكياج حتى انا ما كنماكيش بزاف راك شفتوني انا قلت لي عز على الماكياج انا عز عليا غير عكير وصافي انتوا كتشوفوني شتي ما كنديرش الماكياج بزاف انتوما ها كيفاش دايره شتي هادي ايسي العكير دايرني ديدرات اللي كيبغي ديدرات يكونوا رخاص ما كيكونوش غاليين هادو ديدرات هادو يكونوا رخاص الشمش كيكونوا زوينين ديال الدراري الصغار ديدرات ديال الدراري الصغار كيكونوا زوينين ديري لهم انواع زوينين الدراري الصغار مكياج شتي عباش تاخذوا فكره تقريبا ما خاصنيش المكياج حيت عندي يلا شريت عندي كلشي الحمد لله ولكن مره مره كنخطف شي حاجه انا مضروبه على العكوره شتي انا شنو انا ماسكارا هادي شتي ماسكارا هادي دايرين فيها 20% تخفيض شتي هانت 20% تقريبا
مبروك. الو معنقه هذيك ديال لا كريب شفتيها معنقه شي شريتها عجبتني كانت عندي وحده وما عرفت فين درتها خليتها في لوطريش ولا حتى ولا ما شي عاتني هنايا هذيك كاتريس غتكون عندكم هذه كاتريس انا عزيز عليا المكياج ولكن كيف قلت لكم الريسيل وشويه الحجباني مع الحجبان طار مع انسان مع الكبر وداك الشيء كيمشي الحجبان كينقصوا وهذا كان الحجبان والريسيل صافي شعكير خفيف كندير صافي انت ما كتشوفي فيا شتي بحال هكا شتي هذا هو المكياج ديالي وكاين اللي كيجي مع السلعه ندير المكياج كاين اللي كيجي زويون كذا كيعجبوني بنيات من ولاد العز اللي كيكونوا ماكيين مزيان وكيعجبوا يعرفوا كيفاش يماكيو مع انا يعني ليبوك ديالي ما كانش كان ممنوع عليا المكياج الماكيي وداكشي بس كيف ملي كبرت وداك ملي كبرت وداكشي وتزوجت وخا هكا وليت كندير داكشي خفيف بقى فيا داكشي هذا يعني عاده داكشي خفيف شوف هاد الدكور شحال زويون هذا الشيء كيبريون شتي شتي زويون غادي نوري لكم على قبر قرب شوف 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 شتي شتي هانت البنات زويون في هاد هذيك ديال هذا ديال الحنيكات فانتاج لاك كيدير شحال عندك قلت 9 و 18 ريال هاي لايت باليت السلام عليكم هذا شنو هذا ميبل لاين نيويورك هذا اكيد كتعرفوه لان عندكم هادو اكيد شي ماركه هيا هذا عندكم هذا اكيد غيكون عندكم انتما اللي هكا اللي هذا كتعرفوا احسن مني اكيد غتكون تعرف احسن مني انا والله العظيم ما كنعرفش بزاف هذا الشيء ولكن على قبلكم غادي نبدا نسول هذا هادي مناطن شي هادي ماركة ما كنعرفهاش هادي فيزيكان فورمولا يعني ما كنعرفش هادي الماركة هادي وحدة هادي اما اللي معروفين هما هادو لوريال ها هو لوريال عندكم لوريال شتي انا كنشري لوريال بزاف كنشري العكير هكا راه بزاف يلا خديت من هاد خديت من هاد النوع ديال هاد العكر هذا خديته شتي هذا هذا شتي النوع ديال كيدير شحال قولي 11 يورو 2200 شتي هاي الثمن ديالها هاي 10.95 كنحسب انا بحال 11 يورو 2200 شتي واش من لون خديت كنظن خديت هاد اللون كنظن هاد اللون هذا اللي خديته 179 اول لون ديال الشتي اللي خديت زويون يجي بحال ناتشورال في الفم بحال اللي ما هاد العكيرات كيبان حقاش مزير شويه كيعجبني انا ما يكونش ناشف زويون هذا كنشري بزاف انا من لوريال كنشري بزاف منه عندك هذه حتى هي هذه حتى هي معروفه ماكس فاكتوري شتي ها هي شتي كتعرفوا هذه الممثله هنديه راه كتعرفوها هذه اكيد معروفه زعما راه كدير هذا الماكياج هذا من هذا النوع من هذه الماركه هذه شريت منها عندي هذا الريسيل هذا شتي هذا هو الريسيل اللي عندي بالدار ريسيل زويون كيكبر اللي ما عندوش الشفار كيكبر الشفار عاد هادو الروايح الحبيبات ديالي الروايحات الروايح على الجهد هانتو ديال الرجال
عيالات كاين رجال وعيالات كاين حالة ديال الرجال تقريبا العيالات غيكون هنا العيالات شي عيالات هادو انواع ديال الروايح كامل تنقرب لكم شوية باش تشوفوا غتقولوا مبعدة عليكم الكاميرا هانتوما هذا ديال الرجال اللي سادين عليهم بلاكارات بلاكارات علاش باش ما يخونوهمش بون ديك لي مارك اللي كيكونوا شويه غاليين بالنسبه لهاد الحانوت هذا هاد المكازا هادي يعني شي حاجه اللي كانت غاليه وداك الشيء كانت 39 يورو 8000 ريال 9000 ريال وداك الشيء ديال 11000 ريال ها هي 74 ها هي 74 يورو يعني 15000 ريال داك الشيء بحال هذا كيسدو عليهم هذا الا خصك شي حاجه كيحلوها لك هما بالساروت هما كيسدير على شتي حيت كاين اللي هادو مخلينهم هنايا واخا هكاك تما هنا شويه كاين اللي غالي انا ما كنشريش الريحه من هنا كنشريها من ديك المكازا الاخرى كندير جادور عندي جادور كنستعملها صافي كندير كاع الروايح كاملين كريستيان ديور وداك كاع داكشي مبقيتش كندير صافي وليت كندير ريحه وحده بقيت عليها جادور ها كاين الروايحات تما زوينين كنت كنشريهم زمان كنت كنشريهم من داكشي المهم هادشي ديال كيخص الرجال داكشي ديال الحسانه وداكشي ها كنشري راه كلشي عندكم في المغرب الحمد لله اللهم لك الحمد المغرب فيه كلشي ما خاصو خير بلاص ديال الشامبوانات ترى كطلع بلا سانس راه كان فيها ايطاج اخر فين ناس فين خلايل هنا ديال الشعر مشيطات لي شامبوان لي كريم هذا الكريمات ديال الشعر شامبوان شنو لي شامبوان كل واحد باش متبع لي شامبوان اللي كيتمنا بحال بحال هكا في المغرب كلشي كان في المغرب غير الاثمنة في المغرب انا شفتهم عندهم غاليين على هنايا بحال دابا هادي كدير واحد ايغو شتي هاي بلاتي نشرب كاع هاد الكاس نوصل ليها هاد الشي كدير واحد ايغو وي بحال 400 ريال في المغرب 10 ريال هادي ثانية واحد 80 وي بحال قلتي جوج 400 ريال شتي تقريبا ما عرفتش بانتين عندكم شتي كيدير 500 ريال شتي بانتين كاين انواع شامبو ايوا هذا ديال ناشن كما كيقولوا هما داكشي الحلويات داكشي بغا يشري بيو ها هو الشامبوان اش بغيت نقول لكم البنات هادي قالت لي واحد السيده واحد الشلحه الله يذكرها بخير في اكادير واحد السيده اللي عمرها دار قالت لي من تما وليت كنديرها دوف ما تحقروش دوف انا دوف كنديرو بزاف كندوش به دوف الصابون ديال دوف انا غنقولها لكم الصابون ديال دوف اخواتاتي قسما بالله اللي كيبيض الوجه انا ما عمرني كنت كنستعمل الصابون في وجهي ابدا ولكن مره عرفتي جوج مرات في السيمانه كنغسل وجهي بالصابون ديال دوف انا نوري لكم انا كنقلب عليها دابا
عرفتي بيض لها معايا شحال حصل عند وجهها بيض غزال. وطلبتني قالت لي يا اختي عافاك المره جيبي لي صابون ديال الدوف حيت عندكم نتوما الحقيقه زوين داكشي، ولكن كاين في المغرب راه كاين الفغي عاد واقيلا في المغرب جاها غالي وداكشي. المهم قلت لها علاش؟ قالت لي لحقاش. قالت لي هو اللي كنستعمل كنجيبوا لي واحد السيده من لافامي هادو ديال السنان دونتيفريس وداكشي كلشي راه كاين في المغرب الحمد لله. باش نقلب على الدوف كاين ها لا هادي نيفيا ها هو هاي ها لقيتها بلاتي هاي شتي الله يا رب الله شتي هانت هاي هاي شتي هاي ندير لكم هنا هاي الدوف كاينه هادي وكاينه هادي هاي ديال 11 شتي هاي شاي الدوف هادي وانا غنوريكم نبقى معكم نوريكم مزيان داكشي اللي كنستعمل لوجهي وغنقول لكم لاج ديالي ما غتصدقوش. شتي هادي ها الحبيبه ديالي حبيبات ديالي كلكم هادي انواع هادي مكتوب عليها كريم اول مزال ما فيها الزيت وهادي غير عاديه انا كنستعمل هاد العاديه ياك جربتي هادي جربتها عرفتي قسما بالله الوجه ديالكم كيولي صافي بيض كيولي بيض. ونقول لكم حاجه اخرى عاوتاني ولا حياء في الدين البنيتات اللي عندهم الفخيضات ديالهم كحلين ياك اللي عندهم الفخيضات ديالهم كحلين بين الفخيضات اللي كيكونوا غلاضات وكيتحكوا لهم داكشي ديرها بين الفخيضات ملي تدوش وداكشي سالي ديرها بين الفخيضات وتبقى تحك بين الفخيضات بلا بلا بهذا الصابون تبقى تحك بيديها بحال هكا تحك بحال هكا وتخليها بحال كتدير الماساج وديرها ديما يعني تقدر ديرها نهار اي ونهار لا غير ما تتوضاش بها. انا كنقول غير البلاصه ديال الكحوليه بين الفخيضات وانتم تفكروني غتولي بيضه مع الوقت. وجربها في الوجه قلت لك جوج مرات سمع حيت انا الصابون ديما كنت كنسمع الصابون ما يدارش في الوجه خايب الصابون ولكن دوف انا ملي شفت السيده وجهها كي داير في اكادير وجهها بيض غزال صلان بها الله يحفظها وين جهه عزيز عليا خدت جارتي يعني شفت الوجهيه ديالها بيض صلان بها عليها وجبت لها نيت الصابون وداك الشيء فرحات وجبت لختها نيت وجبت لي حتى انايا. دابا انا عندي ديما في الدار عندي عندك مره جوج مرات في السيمانه كنغسل به وجهي عاود كنغسل بكلارانس داك الموس ديال كلارانس حتى هو يا كنغسل به وجهي كنوع بحال غير هادو صافي. ومن بعد كندير دابا نوريكم اش كندير وداك الشيء غنتبع معكم هادشي وتشوفوا غتبقاو ديما صغارات وديما بخير وعلى خير. حاجه اخرى عاوتاني واحد الماسك كنشريه ديال العينين هاو شتي هذا غناخذو حتى هويا شتي تقاد عليا جات تقاد عليا عطيت لبنتي وحده ما شريت ليا وعطيت لبنتي فاش جات لعندي عطيتها هذا مابقاش عندي هذا شتي هانت هذا تا هو نشري انا تنمشي للدار نوري لكم ديال العينين نمشي للدار نوري لكم كنديرو على عينيه بالليل وتشوف شحال الوسخ كيجمع هذا هو مهم بحال هكا هاد الشيء الصغار بحال هكا هاد الشيء الصغيور بحال هكا هذا غير العادي وراه مزيان شتي هادو لي كريم ديال الوجه وداك الشيء شتي ها انا الدوف ما شريتهاش حيت مازال عندي في الدار تنمشيو للدار ونوريها لكم فهمت تما كان كاين ديو كاين عاوتاني هنايا لي ديو ديو عندي خلاص شتي فاضي بلاصه ديو داك الشيء شتي دابا غنمشي لاكيس ان شاء الله ونخرج لان تخنقت بهاد الماسك كيخنق اخواتاتي والله العظيم الله يعفو علينا من هاد الماسك ويرحمنا سيدي ربي من هاد الماسك هاد البلاصه ماشي ديالنا هاد البلاصه ديال اللي كيشربوا الشراب حنا الحمد لله ونشكروه هادشي هاد البلاصه العزيزه عليا تاهي شي ديال لي بيجو شتي بيجو تاهما عزيزه عليا عجبوني هادو زوينين هادو هاد الشي هادو لي فيهم الخضر هانت خوين قالت شحال زوينين هانت من عادي زوينين قولي لي بركة عليك خرجت غير باش نوريكم برلين انا صدقت عاوتاني كنخسر في الفليسات شتي اش بغيتو عندي لا لا تستعز كاين مشكل هادو كيعجبوني ها هما شتي ها هما ها هما ها هما الخويت ما تاش قلت واه زويون هذا شتي كله هذا شتي هانت شتي هانت خويت مات
زوينين هاد، تقدر تلبسهم كاملين في دقة واحدة في صبع واحد. شتي المرا يلا خديت من اسبانيا، هذا زوين هذا، شتي زوين ياك. هذا غادي ناخذو زويون عجبني، قول لي بركة عليك. تا هادو زويونين شتي، هادو هادو زويونين تا هما يا شتي، شي حفلة ولا شي حاجة زويونين، راه متقال على ودنيا، وديناتي صغار وديناتي صغار، انا بزاف الحليبات ديالي شتي، هانت داكشي بحال الذهب شتي، هادا تاهو زويونين، هانت كيتلبسو بحال هاد لي جون في كيتلبسو زويونين، هاد بهادي زويونين، اوبش هاد بهادي زويونة، فيها نخيلات، هادي تاهي زويونة، شحال الثمن ديالها؟ بغيت نشوف، دابا أنا هادي خصني نضادر، خصني نضادر، شحال الثمن ديالها شتي؟ 12 أيغو ولا 13 أيغو، 2600، هادو تا كيديرو 3 أيغو، قولي 1400، لا سمحو ليا، 4 أيغو 800، 800 دريال، 800 دريال شتي، نوريتها لكم، والماكياج دابا غنمشي لاكيس باش غادي نخلص الحبيبات ديالي، ياك غندير واحد لابوز، المهم انا خرجت عرفتي تخنقت بالماسك، المهم انا بغيت نمشي من الجهه الاخرى باش نوريكم الجهه الاخرى، تما انا جيت حتى البوليس بغيت نقطع الشانطي، شفت القباحه ديالي كنقول لهم اجو هضروا معايا شدوني، خليت نقول خطر لهي، جيت حتى لحد البوليس وباغي نقطع الشانطي، ايوا شوف باغي يزغبني الله والله انا موانسه معاكم وحق الله العظيم، حاسه بحال عايشه في المغرب معاكم، ايوا اللي ما عنده الحنين الحنين ولا رحيم عنده الحمد لله في المغرب، اللي ما عامل يتجمع ما عامل يهدر ما عامل، الحمد لله اللهم لك الحمد، وما لا اختي لا بقى فيا داك المسكين داك الوليد ريان، اقسم بالله لا بقى فيا اسم، بقى فيا اللي عنده الاولاد، اللي ما عندوش الاولاد راه بقى فيه، بكى الرجال باش لاغمهم بكاهم ساك، لا لا مذيعين لا مذيعات ولا كالعالم كالعالم، انا يعني قسما بالله الا بقى فيا، وهاديك المسكينه هاد الوليد هذا وحد الامه امم وحد امم وحدهم، الحمد لله اللهم لك الحمد، الحجر بكاه وليدي مسكين خمس ايام، وشوف ربي عطاه الحياه خمس ايام ومن يخرج مات، لا اله الا الله محمد رسول الله، هذا خوتي جيدي بلا السبرديلات وداك الشيء شتي، السبرديله حتى هي خاصني واحد السبرديله في البيض، تا نجي لها حتى هي شي نهار، خا
خاصني نجي ليها باش نشوف شتيها انتما السبرديلات. السبرديلات تاعها زوينين هادو كيعجبوني انتما ديال البنات زوينين هادو طالعين كيلبسو من لي جون خاص. كاين الرخي كاين اللي غالي كاين الغلا. دابا هادو بالنسبة لهذا راه كاين بحال دابا تنقول لكم كل واحد بالنسبة ليه شناهي رخيصة شناهي غالية. دابا هادو كيديرو 14 ريال تقريبا بالنسبة راه الله يكون في العون. شتي هادو السبرديلات هادو عاوتاني هادو قلت لكم راه 10 ايغو هي 2000 ريال وهاديك 22 2000 و2000 هي قولي 4000 وشي حاجة فهمتي بهادي 5000 ريال شتي. في المغرب شحال كيديرو شي طلعي يقولو 10000 ولا كيديرو 14000 ريال ما نعرف انا ما عرفتش الثمن ديال المغرب ما كنعرفوش اخوت. هادو 10 بوما 10000 ريال شتي هاي هادي تحقاش 50 ايورو 50 ايورو هي 10000 شاتي بوما 49 99 بحال اللي كنقولي بحال اللي قولي 50 هي 10000 شتي. هانتوما كتشوفوا على عويناتكم هادوك شحال زوينين هادوك زوينين هادوك هاد الغوزا والكري وديك الكري باهت مخلطه بالبلو بيضاء مخلطه بالبلو هذيك كدير 37 قولي 38 30 ايرو هي 6000 ريال قولي 6400 قولي 7000 ريال تقريبا غادا 7000 6000 وشي حاجه 6800 بحال هكا. هادي الدايشمان هادي كتبيع رخيصه شويه هادي الدايشمان هادي كتلقاو فيها شي نهار ندخل لها وتشوفوا الصبابات وداك الشيء فهمتي حتى هي خاصها الوقت ديالها كتبيع سبيبطات وسبرديلات وكل شيء ولكن رخيصه رخيصه على هذا على الحوانت الاخرين. هاديك الدايشمان تاعي كنتقدا منها بعض الخطرات الصراحه اكثر هي ديك السنيدله ديال الصيف لان كتلبسهم في الصيف صافي كتدير وحيد بالك كدوز بهم الصيف وصافي. هادو مزوقين اللي كيبغوا المزوقين داكشي مزوق هادشي يلاه خرج هادو يلاه خرج. هادي شتا هي خديت منها سبرديلتي هادي خديت منها سبرديلتي واخده من هاد الشركه هادي شتي واخده منها سبرديله هادي الكحل هاد السبرديلات زوينين للولاد والبنات. هانتوما بغيتو كباب ها كباب شتي. هالو ناسا سنس ايم بندا ايم تشكلا دورو هضرت معاهم شويه بالتركيه يعني من خلال الافلام التركيه المسلسلات التركيه اللي تبعناهم في حريم السلطان تعلمت شويه التركيه وماشي بزاف يعني كنفهمهم شنو كيقولوا كنفهمهم ولكن ما كنقدرش نهضر بها بزاف خصني نعطيها دابا خصني نتعلم الاسبانيونيه باغا نتعلم الاسبانيونيه دابا راه شويه بشويه كنتعلم فاش قلت لكم اللغات كتنفع. دابا كنتمنى نتحول ان شاء الله لاسبان انا وراجلي نتحولوا لاسبان عاد يتبعوني وليداتي ان شاء الله يكمل عليهم صدر ربي غادي يتبعوني تما لاسبان ان شاء الله حتى خصني الجو زوين تمايا والبحار والشمس وداك الشيء هنا قهرني البرد. ودابا مع راجلي خرج تقاعد هادي عامين وعايشين بخير وعلى خير الحمد لله اللهم لك الحمد. ولكن اختي كنديروا لا مارش كنديروا ديما غير في هنايا في هادشي ديال لي بوتيك وهادشي وحنا ما كندخلش لي بوتيك كل نهار غنبقى ندخل على قبلكم والله العظيم باش نوريكم. ولكن دابا نتوما غتشجعوني باش نبقى ندخل نشوف شنو كان جديد شنو هذا سورتو في زارا ومانجو داكشي. وبغيت نمشي لاسبان اختي لان اخواتاتي لان سخونه زوينه والشمس والبحر فهمتي. دابا الحدود تسميت حدود تسدات وداكشي كنت دابا في لاسبان ما غاديش نتقهر بحال اللي تقهرت هنايا في البرد وهانتوما كتشوف كلشي مكبط ومالاقا سخونه فيها الناس لابسين غير التيشيرتات والقويمجات هاني لابس جاكيت خفيفه ماشي زعما بحال هكا بحال بحق لي النهار اليوم هذا سخون على الايامات اللي فاتت الايامات اللي فاتت كانت واو. شوف انا كنت ديك الساعه دزت من هنا من لهي فاش كنت جايه دوزت من حدا الكاسين الكنيسه عقلتو ياك. ودابا جيت انا في الشارع الاخر جيت في الشارع الاخر اللي باغاليل عليه فهمتي باش تشوفوا هاد الجهه حتى هي هانتوما باش تشوفوا هاد الجهه حتى هي شتي ها اشي ام اخوتي هادي كاينه في المغرب ها هي شتي. شي نهار ندخل ليها وتشوفوا واش كان بحال واش بحال اللي كان داكشي في المغرب عندكم شتي اشي ام شنتو شي نغسل لها شي نهار حتى هي خاصني ندير هادشي قبل من لو 4 افريل لان لو 4 افريل الا بقات هاد 2 جي ما عنديش الحق ندخل لان دابا انا حيت كانت فيا كورونا وبريت انا وراجلي داكشي باش عندي الحق دابا عندي الورقه باش كندخل للحوانت. هادي قلت لك هاد الشركه ديال الشينوا جابونيه بارا
جابونيه شتيت هي عندها حوايج زوينين. نهار ثاني ندخل لها ونوريها لكم شنو فيها. داكشي ديال الحمام وداكشي هكا تاخذوا نظره خبره زعما نظره شويه. واخا داكشي كاين كلشي في المغرب، راه كنشوف الصلاه عندي الديور داخله الديور، داكشي الاصلاحات ديال الاركيتكتور انتيريور، وكنشوفهم اش كيديروا زعما في الديور. كاين زعما ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على المغربيات خواتاتي، شنو داير زعما الصلاه نبيع اليوم، الصلاه نبيع على خواتاتي المغربيات حادقات ونقى يعني ما شاء الله والله العظيم ما شاء الله عليكم ما شاء الله. الله يحفظكم وينجيكم الله. يعني الحداقه الحداقه لا في الطياب والحداقه في ديوركم، يعني حتى اللي كتعاندوا بعضياتكم كتعاندوا في حوايج زوينين. تالي عندها حوايج زوينين، هذه اند ستور اذر ستور مكتوب على اند اذر ستور، يعني تالي كنشري منها تالي زوينه، عندها حوايج زوينين فهمتي، عندها تالي حوايج زوينين. لا تبارك الله عليكم والله العظيم، يعني كنشوف المحلات ديالكم ديالكم. ما كندخلش انا لاي فيديو في اليوتيوب، كندخل شي فيديوهات اللي دماغهم نقيين وزوينين، اما داكشي ديال المشاكل وداكشي ديال الصداع وداكشي انا كنتفقسني كنبقى نسمع شي كعير شي وشي كيدير شي، ما كنبغيش داكشي. ما عنديش داك المحتوى وما عنديش داك النيفو، ما عنديش. انا كنبغي الانسان يكون شويه في دماغه نقي ويكون شويه يفكر زوين فهمتي، لانكم كلكم زوينات. وحتى اللي شي وحده كاين خايبه في عقلها تحاول تنقي عقلها، تنقي عقلها، لان وغتحس بالراحه والله العظيم غتحس بالراحه. غتقول علاش انا هكا، علاش انا كنهضر خايب، علاش انا كندير بحال هكا خايب، علاش كنعاير، علاش كنسب، فهمتي. وغتبدل من راسها هي وتشوف، غتلقى راسها بخير وعلى خير. انا الهدف ديالي ديما اش كنقولوا هنايا الشعار ديالي هو اني كنملأ القلب ديالي بالحب والحنان والعطف، وكنضحك في وجه الخوت. راكم شفتوا ديما كنضحك، انا واقيلا ولدتني ماما وهي كتضحك، الوالده ديالي ولدتني ماشي كتوجع وكتبكي، كتوجع وكتضحك. والحمد لله الله يخلينا ديما ضاحكين وديما بخير. واخا يكون عندي كاع المشاكل، ما كاينش شي دار اللي ما خاطيهاش المشاكل، ما كاينش كل واحد عنده، ولكن كنحاولوا كيفاش نعالجوا هذاك المشكل. تفكري كيفاش تعالجي داك المشكل، كيفاش شنو غديري مع داك المشكل. الانسان كيفكر ماشي يبدا يتشائم وبدا يسب ولا يبدا يعاير ولا يبدا علاش وعلاش، لا بالعكس. اسمحوا لي هضرت بزاف وقيلة سقطاتكم، دابا غنسكت غنخليكم تشوفوا المناظر، واخا تنديروا مواضيع اخرى في هذا الشيء ان شاء الله. الا بغيتوا طبيعه الحال، الا عجبكم المحتوى وبغيتوا انا معاكم، ما كاين حتى شي مشكل. ان شاء الله يكون خير. انتم منسيني في هذه الغربه وانا منساكم، انا كنوريكم شويه برلين، انتم كتسارعوا معايا بحال كاينين هنايا. كل مره نساليكم ونساليكم قنص. دابا انا مع الالمانيه والعربيه، حيت حالي ما كنهضرش بزاف بالعربيه. كنا القران الحمد لله، القران كنقرا بالعربيه الحمد لله، راه القران في كل صلاه الفجر كنقرا القران الحمد لله. ولكن مع ملي كنهضر اللسان ديالي كيبدا شويه يترجل، غير صبروا معايا وسمحوا لي بزاف ياك. راه اشي ام عاوتاني شتيها، راه دزت عليها قبيله فاش قلت لكم، حيت كان في هذه الجهه والجهه الاخرى، زعما الا جيتي من هذه الجهه غتحصل في الجهه الاخرى، غير دخل لها اشي ام. شوف راه الحرام اش دايرين، دايرين بحال داكشي ديال الحوان ديال الالعاب، ديال البوتيك ديال الالعاب ديال الدراري الصغار. فاش كنت في اللينز كان ولادي باقيين صغار، وكاينين جوج حوان ديال الالعاب، يعني ملي كندوز من هذا الشارع ما كنبغيش زعما نشري ليهم، لازم الشارع الاخر باراليل زعما كنحصل، يعني خاصك يا ماما تشري لنا ليغو ولا تشري لنا شي حاجه. يا هادي ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم يا سيدي يا رب. ترى الجو دابا كل الجو سخون وداكشي، غتشوفوا هنا الناس كلشي خارجين وكلشي جالسين هنايا، غتشوفوا بعين واحده اخرى. هادشي ديال اللي كانوا ما عندوش ديال المكتب وداكشي ديال داكشي ديال السلوات، وهادشي هذاك ديال السخانات اللي كيديو معاهم، كلشي داكشي بالالوان. حتى داك البلاطوات الصغيره اللي شاتك بور لي زونفون حتى ما عندهم الالوان. شي نهار ندخل هنا لو بغيتو ندخل هنايا وتشوف عقلوا الحانوت. هاو هاو بيلون
شتي بيلون حتى انا ما دخلت لي واقيلا مره وحده كنت كنقلب على ديك المخدات اللي كيديروا ديال السفر ما شتي عندهم كلشي داكشي بالالوان شتي كحل حتى انا مضروبه على الكحل شتي البريريت زويون هانت الكحل شتي هانت هادي القهوة تا هي شتي الكحل باش تحط ديك الحلفة الحلفة ديال الكوزينة عقلتو عليها الحلفة وداكشي لا ماشي الحلف الحلفة والاخرى سميتها اجاكس سمعت جيكس جيكس باش كنت كنغسل الماء عن زمان الوالدة كنغسلهم لها بالصابون البلدي الالومنيوم كنغسلو بالصابون البلدي والجيكس مع بنات الجيران كيولي داكشي كيلماع كيولي داكشي غزال ملي كيقرب رمضان ولا كيقرب شي عيد شتي خصكم بقى عاقل على التقاليد شادة فيها شتي يا ما لكن الانسان ما كينساش بلادو ما كينساش التقاليد بالعكس المغرب التقاليد ديالو كيكون زوين ديك البلاصه اللي هي مجموعين فيها هذيك ايبل ديال الكمبيوتر ديال ايبل شتي راه اللي هي كيشرو ايبل هذه ماركو بولو واقيلا عندكم حتى هي شتي اه ماركو بولو عندكم تكون عندكم واقيلا حتى هي شاي الا كان دابا الفيديو ما باينش بزاف ولا شي حاجه فيه دونك راه حيت الجو ماشي ما معاونيش حتى هويا كاين الشميشه وداكشي هادي شي راهي فغلة اللي كتبع السيكان راه عند معروفة هادي تا هي فغلة نتوما راكم كتعرفوا لي مارك الصلع نبيع ليكم لي مارك فغلة تا هي الدراري اللي كيبغيو الساعات المويكنات المويكنات ديال الولادها ولا عزالة المويكنات حتى انا المويكنات ديالي كلهم عطيتهم كادو شتي ما عنديش مع الميكنات سبحان الله العظيم بزاف ولكن الدراري راه عندهم على الميكنات شتي كلشي عندي الميكنات زوينين شي غادو اوفيسيال اكاند شتي عندهم الميكنة ماركات زوينين الماركات زوينين ديالهم اللي عندهم عندهم هاكن ديال لي بيجو هذا السيكان عاوتاني شا ميشيل كوس كورس شي ها هي حتى هي تا هما دايرين السيل فينال يعني تا توقع ما غيسدو هادو شتي هذا السيكان تا هما شتي انت كتدخلي غير بدو جي شتي فهمت السيكان تا هي وانا غدا معاكم شفت راه كله قلت لك راه قهاوي تا هويا وحوانات هذا ديال الشوكولات شي شوكولا شوكولاتري ديال الشوكولات هادي سيوس تا هي بوتيك ديال سيوس كتبان الحوايج تا هي زويونه توماس صابو تا هي لي بيجو هادي تا هي تا هي زوينه شي هادي خديت منها الكورميت ديالي كادو خدا ليا راجلي كادو ما كنتش عارفه بان كاينه هنايا حيت خاصني غير شي قشيوشه حتى هما نزيدهم شتي ما كنتش كعارفه شحال من عام وانا ساكنه 3 سنين اول مره كنشوف هنا هاد الحانوت هنا حدايا شتي انتم بالفضل ديالكم نتوما انا عرفت بها الحانوت كاين هنا حدايا بلا ما نمشي ليه بلاصه اخرى شتي بالفضل ديالكم نتوما بفضل هاد الفيديو هذا انا عرفت دابا الحانوت كاين هنا حدايا ديك القهوة تما اللي هي راه كتكون عامرة في الصيف كتكون غزالة في الصيف دابا انا غادا للجهة فين ساكنة هنايا ان شاء الله قرب نوصل للدار دابا راه جوج قص معندنا شتي نمشي نصلي العصر ان شاء الله باتريسيا بيبي تا هي هادي ما عمرني دخلت لها البوتيك هنايا حتى اكثريه نزاره مانجو متخفى كاع داكشي اللي بغيت بلاص الفولارات شي فولارات حنا راه كاينه عندنا بلاص الفولارات ديال سميتها ديامانت ديامانتين ولا ما سميتها هذا اللي بسكيند
حنا ديال المسكين راه كتعرفوها دابا عندكم وقيله في المغرب السبرديلات ديال الرجال هذا هي العيانة العيانات هنا خوتي كان حانوت ديال بيكار بيكار بحال هاد السميه فين ديال الساك ديالي شتي هانت الساك ديالي شتي بلات السميه ها هي شتي شي بيكار بيكار كان هنايا هنا كنت خدامه فيه راه باقا في ديك التصويره شتي هي راه باقا معلقين ديك التصويره ديال ديك البنيه شتي راهي هي بلات هاي ديك التصويره شتي راهي معلقه هازا صويي بيكار شتي باقا فيك ساكنه كنت خدامه هنايا خدمت هنايا خدمت معاهم شي 3 شهور وجات كورونا وما يسدو كلشي هادشي باقا عاقل عليه شتي دابا داروا هنايا داك اوتليت يعني الحوايج اللي كيتبيع بحال دابا لي بوتيك دوك اللي كيبغيو يحيدوهم عليهم كيعطيوهم هاد الاوتليت باش يبيعوهم شويه بارخص ثمن فوالا داكشي اللي كاين بلاتي صدغ الصاك ديالي هادي هي كتبيع هاد الحانوت هذا هو كيبيع هاد الصفر هذا هو كيبيع ريحات شامبوانات لوكوسيتان اون بروفانس هو شركه فرنسويه شتي هو كيبيع داكشي كلشي ديال الروايح داكشي وشامبوان و بان دوش ديال الرجال وعيالات لي كريم بور لو كور هي هذا حانوت هو في مكاز ديال الحوايج كلشي هادشي مكاز ونطلع نطلع للفوق شي مره نطلع للفوق غا كاينين داك كاين فيرزاجي ارماني وكاع داك اللي غاليين كاينين للفوق تما الفوق ان شاء الله هذا السينما حدايا سينما باري وحدها انستيتو فرونسي ميزون دو فرانس قطع الشانتي دابا خصنا نرد بالي للشانتي ننسق مع النقا شي طوموبيل بدل ما نعنقكم نتوما نعنق شي طوموبيل ما غاتبغيوهاش ليا خصنا نزرب يا الحفر الضو الحمر صح دابا انا وصلت لهنا باغا ندخل القهيوه ديالي باش غنشرب قهيوه و ان بتي غاتو اي ونصرم شويه لجنيباتي و ايوا نشوف شنو غنكتب ولا شنو غنقرا ولا شنو غندير ياك غندخل دابا القهيوه ان شاء الله نقطع الشانطي بعدا معاكم ونقول لكم السلام عليكم خليت لكم راحه الله تنشوفوا عاوتاني مره اخرى ان شاء الله خليتكم راحه الله وتبقاو بخير وديما بسلام ويسعدكم سيد ربي ويهنيكم ويحفظكم ليا جميعا اخواتي في المغرب وجميع انحاء العالم وخوتي الدراري وخوتي كل شيء خليكم ليا سيد ربي ويحفظكم وينجيكم ونقول لكم سلامة انا ندير الكاميرا باش تشوفوا السلام عليكم باي باش القصه طلعت بالبرد برد البرد 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 يلا خليتكم راحه الله والسلام عليكم السلام عليكم انا جيت للدار صليت العصر كيف قلت لكم صليت العصر بديت اديت الواجب ديالي الاسلامي الحمد لله اللهم تعالى تقبل نشارك معكم داكشي اللي شريت انا خرجت وني خرجت والله العظيم ما كنت ناويه نشري وشريت انا كيف قلت لكم داك العكار اللي قلت لكم من لوريال اللي كنشري هو هذا شتي راه وريت لكم اللي وريتكم هو هذا شتي يعني هو اللي دايره ما كيبانش احمر بزاف انا داك اللي قلت لهم تعوده كندير داكشي خفيف ظريف هذا هو اللون اللي كندير داك الاحمر الناس عليك لابسه شي حاجه نوار ولا شي حاجه وكنت خارجه انا وراجلي البون كندير داك الشحال كيدير لك غادي للتياتر ولا شي حاجه المهم راه كي انسان كيحاول ما كنت غير خارجه كل نهار ولا خارجه يعني كان بوحدي ولا انا وراجلي عادي على قهوه ولا شي حاجه كندير داكشي سامبل فهمت داكشي اللي اطلع ما عندي العكره بزاف عندي كاع الالوان دابا نوريو لكم كاع الالوان عندي تقريبا ولكن قليل كنطيح ديما على واحد كنبقى نديرو حتى مسكين حتى كيحفى هادي وقلت لكم هذيك اللي شريت هي هادي هاد الماسكات المهم هذا الماسك حتى هو ديال العينين زين حين ديدرات حتى انا النظر كيمشي مع لاج هادي اللي كدير تحت من العين هنايا كدير هنا بالليل كدير هنايا بالليل شتي هي فيها جيل ها نتوما شتي فيها جيل ها هو كتورك عليه كيبان ها شتي كدير تحت من العين بحال اللي دايره هي
هذه مزيانه، الا لقيتوا هاد لا مارك عندكم في المغرب خذوها والله العظيم مزيانه. عرفتي كتحيدوا ديك هاد سميتو ديك البلاستيكه، ملي كتحيد ملي كتحيد قسما بالله لك كحله كحله، كتابسوربي كلشي كحله، وكتنظف هاد شكون نقول الجعايد ديالنا ولا اش كتقول لها بالعربيه. قلت لك راه العربيه غتمشي ليا، مع 3 سنين ما نزلتش المغرب، التجاعيد اللي في العينين تحت هنايا كتمشي يعني كتنقص، يا فهمتي كتنقص. انا دابا حتى انا عندي منفوخين، عندي الحساسيه ديال المواد الغذائيه، عندي الحساسيه وداكشي، ديما عندي عيني منفوخين بحال ديما مقوفله. عندك هاد الماركه هادي كيديروا 400 ريال، 400 ريال حتى 500 ريال الوحده، فيها غير وحده، فيها غير وحده، فيها هانس فيها غير وحده، يعني فيها يا جوج عينين و 500 ريال، يعني جوج ايرو شي حاجه. انا ديما ملي كنحسب جوج ايرو شي حاجه كنحسب بحال 500 ريال، يعني كنقول لكم بالدرهم، ياك راه باقي عاقله شويه على الدرهم. وهذه حتى هي تقريبا، هذه حتى هي اللي حتى هي هذه الاخرى الخضراء باقا ما جربتهاش، وهذه جربتها هذه، شتي هانت هذه حتى هي شتي كدار تحت من العين، شتي وهذه ملي كدار تحت من العين في هذيك الجيل حتى هي ايوا طلعوا عليها ملي كتحيدوها لا غد ليه كحله كحل، كتابسوربي كاع داكشي الكحل كتابسوربي. انا خديت ثلاثه هاما شتيها منهم، ثلاثه خديتهم، وهذه كانت عندي ديك خطره، وحده عطيتها لبنتي باش تجربهم، قلت لها هي باش تبقى تشريها، شتي انت هاما شريتهم. كل مره كان الواحد يتهلا صحيحته شويه، المهم ماشي غير الانسان ولد الاولاد صافي ويرخي على راسو ويعطي راسو المشاكل والصداع، وراه الدنيا ديجا الدنيا خيابت، عاد نزيدو حنا نكملو، لا نتهلاو في راسنا شويه، نتهلاو في صحيحتنا، لان الصحه حتى هي نعمه، الصحه عطاها لنا سيدي ربي باش نتهلاو فيها. الانسان كيتفقات كيدوز مشاكل كيدير شي، ولكن في الاخر كيتشبت بالله وكيقول الله خلقني الله غيتولاني، صافي نتهلا في صحتي نتهلا في راسي، ما نادي حد ما نجبد حد، تلا جبدتو نجبدو بالخير، تلا بغيت نكريتيكي كيف قلت لكم نكريتيكي بالخير بالحسنى، ماشي طف 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 طف، داكشي خايب، داكشي راه السلبيات كتدخلوها للذات ديالكم. اما الواحد غير كريتيكي ما كان مشكل، انا خصك دير هكا ما خصك تفعل هكا، انا كنكتب التعاليق ولكن كنكتبو بزوينين، لا ما عجبنيش شي موضوع، واحد الموضوع ديال واحد السيده راه باغا دوك غنديروا اللايف ان شاء الله، وغادي تسمعوا غادي تشاركوا لي تقولوا لي الاراء ديالكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. على الام دخلت انا غير باغازار، دخلت الفيديو ديالها تلقيت السيد سميتو سي محمد شي حاجه مسكين كمغني، وتوش الاغاني ديالو صلى على النبي عليه واحد الصوت عنده غزال، وسي امه مسكينه كتهضر في القناه ديال شوف تي في وما بغاش تهضر معاها، انتما راك اكيد غتعرفوا هذا الشيء. وانا غندير فيديو للام وغندير فيديو للام، وغادي ندير فيديو على قبل خو اخته، وغادي ندخل بصله الراح بصله زوينه بافكار زوينه، وغادي تعجبكم ان شاء الله، لان هذا الشيء اللي كيوقع في الدنيا خايب خايب اللي كيوقع هادشي في الدنيا. وغادي نهضر مع الام وغادي نهضر مع الخوت ان شاء الله، وغادي تحضروا معايا في هاد على قبل هادشي، وحق الله اللي كنهضر اللي كنهضر، لان دخلت ما عمري كنت كنهتم باليوتيوب، ولكن هاد كورونا راه خلاتني وليت كنعرف شكون هو من ا حتى لزيد، وليت كنعرف شحال من حاجه سبحان الله العظيم، والمخ ديالي زاد تنور، وكنشوف المشاكل وكنشوف هذا كيضرب هذا طاف طاف طاف، قلت هادو مالهم الحرب بيناتهم، اشنو واقع في الدنيا. واليوم دخلت باغازار يعني فجاه دخلت لهذا الفيديو لقيت الام مسكينه، وهداك الشيء ما خاصش يكون في لايف، بحال هاد المسائل الاسرويه ما خاصش تكون لايف، ما خاصش يكون هذا الشيء، لان ما كاينش اللي غيحك لك ظفرك لحمك غير ظفرك، يعني علاش غنديروا اللايف؟ وانا غادي ان شاء الله، وتشجعوني حتى نتوما ان شاء الله الا كنتم متفقين معايا، نهضر معكم في هذا ونهضر معكم في هذا الموضوع ونتناقشوا، وغادي تشوفوا ان شاء الله غادي كلشي غيولي بخير وعلى خير. واي حاجه ما عجبتكمش فيا ما كاين مشكل، قولي لي اختي بشرى هذه كاينه وهذيك، ولكن كلشي بالحسنى وكلشي بالاداب وكلشي ما كاين مشكل، انا متقبله النقد ديالكم، متقبله لشي حاجه ما عجبتكمش، ولكن كلشي بالحدود بالاداب بالهذا، ماشي طاف طاف، لان المعيار الانسان يقدر يعاير يقدر ينقد، لا انت هذا وانت هذا، لا ما محتاجينش اي حاجه، قولي ما كتهضريش زوين هضرتك خايبه ولا كلشي، ولكن قبل قولي احسني هذه من احسن بشرى، هذه من احسن لا بشرى، انت غالطه هذه وهذه وهذه، انسان كيتناقش فهمتي، هكا كتربي وليداتك، هكا كتهضري مع الزوج ديالك، هكا كتهضري مع ولدك ملي كيكبر ولا مع بنتك كتكبر، والنقاش ولا مع الام ديالك ولا مع اي حاجه هكا، ولا لا فامي
نقاش ويكون زوين، نقاش يكون زوين بعيد على المعيار، بعيد على الكريتيك. هذا راه كل واحد الكريتيك عطى الله، واحد ما طاف طاف. انا داكشي ما كنحملوش. واخا يعيرني، واخا الانسان ما بقيتش كنديها في الانسان اللي كيعاير داكشي، واخا يضل يعاير لان كيضر صحته قبل ما يضرني انايا. واش فهمت؟ ومتاني من بعد عطاكم لاج ديالي، خليكم انتما تفكروا. باش عارف لان قلب زوين، قلب زوين، وكنهضر معكم عفوائيه والله الا كنهضر معكم هكا من القلب، لانكم خوتي ولاد وبنات. عزيز عليا لي جان، عزيز عليا البنيتات، عزيز عليا لي فام دو فوي، لي فام فونكسيونير، كلكم 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 حلوه وعسل على قلبي. المهم انايا والله لا منسى بكم قسما بالله، لان الغربه صعيبه وثلاث سنين ما نزلش المغرب. وشوف امتى عاوتاني، وتوحشت المغرب بزاف والله. لنزلت نزلت شافني راجلي مسكين، شافني توحشت البلاد بزاف، ونزلني مسكين حتى المربيه حتى الحدود ديال تقريبا المغرب، كنشوف البحر ملي كنقول وا الو ماروكو واش غندير. لا اله الا محمد رسول الله. والصبر، المهم غير الصبر، كلشي غيكون زوين، كلشي غيكون بخير على خير. المهم هضرت بزاف، هذا هما اللي قلت لك ديال لي ماسك ديال العينين. انا بعدا باش حقاش انا عيني ديما مقفلين وديما هذا، وخصني واحد خاصو شويه يدير الصابون. الصابون هذا اقسم لكم بالله انا ماشي كندير الاشهار ديال بوب. انا ما كندير الاشهار ديال شي حاجه، انا غير السيده جارتي في اكادير قسما بالله اختها قالت لي عفاك اختي جيبي لي دوف. كاش من دوف؟ انا دابا كنعرف دوف. قالت لي لا واحد الصابون عندكم دوف وهكا كيفاش كيفاش كيفاش. قالت لي راه كنغسل به هو اللي باش كنغسل وجهي به، وجهها الصلاه عن النبي لا اله الا محمد رسول الله. وما خوت جارتي سمراء عليها والاخرى بيضاء، وديك لابو عندها غزال الصلاه عن النبي. ودار دوف، فعلا دار دوف كتغسل به وجهها وداكشي هكا وجهها كيدير. انا تانا قلت ملي شريت لها هي قلت لها واخا ملي غنجي في الصيف الماجي، يعني هذه راه شي ربع سنين هذه ولا خمس سنين، قلت لها ملي غنجي ان شاء الله المغرب غنجيب لك معايا الضوف. جبت لها هي نيت، شريت لها حتى هي شي باكيات بحال هكا، والجارتي نيت اختها، وشريت جبت لي حتى انا يديت ليا. وفعلا ملي جربت كنغسل به وجهي والله العظيم داك الغسول داك الكحوليه ديال الغبره وديال داكشي وجهي كيولي نظيف، كيولي غزيول. ومن بعد اش كندير انا؟ انا اش كنت كندير؟ كندير زيت كوكو ولا كندير زيت ارغان كذا، كنمسح به وجهي، وكندير الماساج لوجهي في الليل، كندير الماساج وداكشي لوجهي بحال هكا، وكندير زيت ارغان هذا، وكنجلس بحال هكا حتى كي شوف منزل باش ما نحطوش وجهنا على المخده، صافي تي كيابسوربي داكشي وكنعس. هذا حقاش زيت ارغان ما كيبغيش الشمس. المهم هذه. وبالنسبه للعيالات، العيالات اللي بين فخادهم الغلاض، اللي غلاض داكشي اللي غلاضات كي بين فخاد عندهم من ديك الكحوليه وداكشي، يقدروا يبقى يديروه ديما 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 يديروه، ماشي يتوضاو به. انا ما كنلحقاش من الازمه يتوضاش بالصابون، غير التجناب ويماسيو، بقى يماسيو بحال هكا حتى كتحيد ديك الكحوليه ياك. كاين دوطخ شوز، كاين حوايج اخرين اللي كيديروهم الانسان، كيديروهم الانسان باش كتحيد، وكيتعاون حتى بهذه. يجرب حتى بهذه لان تقدر تنفع، فهمتي؟ تقدر تنفع. المهم انا كندير كنغسل بها وجهي بهذا، وكنغسل بهذا، هذا ديال كلارانس، هذا ديال لاموس ديال كلارانس. انا ما كنديرش الاشهار ديال كلارانس، غير انا كنديرها من زمان. عندي لاكريم ديالها ديال الليل، وعندي لاكريم ديالها ديال النهار، وهذه كنغسل بها. دابا مره كنغسل بهذه دوف، وبرا كنغسل بهذه، فهمتي؟ هذه تقريبا غاليين ياك راك عارفين. المهم كنقسم شويه، كنغسل بهذه وكنغسل بها. المهم هذه هي مزيانه، كل ما كانت مزيانه انا ما عنديش مع الصابون نغسل به وجهي ولا نقرب وجهي في الصابون، ولكن هذه جرباها قولي شحال دابا شي خمس سنين هذه جرباها. ها انتما كتشوفوا وجهي ما كندير لا ماكياج لا والو، راه ها انتما لا فراج ولا والو، فوالا راه داك عكير شويه داكشي اللي قلت لكم اللي كندير على الحجبان. مع حجباني طاروا سبحان الله العظيم، طاروا بوحدهم مع لاج كيطير، كيطير الحجبان كيطير شحال من حاجه، وانا دايره كالشينويه نيت. المهم هادو اللي وريتكم، هادو هما اللي قلت لكم على اليوم ياك. وهادو هاد ها انا اللي شريتها، ها هي شريتها نهار غنجرب لي كريب. هما كيقولوا هنا بالالمانيه بالاتشينكن، بالاتشينكن كيف بالاتشينكن بالالمانيه. وهنا ملي غادي نجربها ان شاء الله، انا شريتها، شريت ما كنتش ناويه نشري، ايوا خرجت حول قبلكم انا شريت. هاهي شتي بالاتشينكن ملي غنديرها ان شاء الله. غادي انا ماشي طباخه ماهره، ولكن شي حوايج بحال هكا شي تخيك دي تخيك بحال هكا نخدمهم معاكم، ما كاين مشكل. المهم هذه ملي غنصايب بالاتشينكن غادي نصيفط لكم فيديو اكيد
لي كريب لي كريب اكيد راه كتعرفوا ديروا حسن مني. انا بغيت نبان عليكم شويه، راه كديروا حسن مني نتوما. صلى على النبي عليكم، تبارك الله. حاد كثر منكم كنتعلم. راه واحد رمضان هذه عامين تبعت واحد السيده الله يذكرها بخير، قسما بالله تبعتها ودرت الحلاوي، ورمضان داز من داك الشهر رفيع، غير ملي طاح لي راجلي مريض مسكين صافي، مني طاح مريض وداك الشيء. رمضان اللي فات صمت بوحدي، دوزتو غير بلا اله الا الله محمد رسول الله. صراحه تقول اما قبل منه هذه عامين ايوا عرفتي، راه تولى فيا الكوليسترول بحق الله، تبدا فيا شويه عطيتها غير القص، هالماكله بالفرماج، هالماكله بهذا، هالبطبوط، هالبطبوط عامر معمر، عرفتي وين الكحل. والمهم تعلمت، وكنشكر ديك السيده اللي تعلمت عن طريقها، كنشكرها بزاف والله يكثر خيرها. المهم تعلمت من هذا وكنشكرها، كنشكر اي سيده دخلت لها في القناه ديالها ديال المطبخ وتعلمت منها، كنشكرها بزاف. هالقنوات الزوينين كتاخذ افاده، والمغربيه تصلع بي حد كات، وديرهم زوينين ونقايا نقا، يشرفوا يشرفوا يتشرفوا، كتشرفوا يا المغربيات، ربي يخليكم ليا. انا على قلبي على نسالي هذه. المهم اللي قلت لكم هادشي اللي تقديت اليوم ياك، ومره اخرى ان شاء الله ملي غنتقدى شي حاجه راه غادي نقسمها معاكم، ملي نشري شي حاجه يا حويجات يا شي حاجه. هاد القويمه خديتها من داك الحانوت اللي قلت لكم رخيص، قسما بالله خديتها ب 18 ايغو، قولي تقريبا 18 يعني المهم 20 هي 4000، غتكون 3600 يعني 18 ايغو طويله، شتيها هي طويله حتى لهنايا. كنقول لكم كيفاش غنبين لكم طويله، طويله هي، غنبين لكم بالكاميرا باش تبان لكم بان طويله بلاتي، طويله طويله كانت بحال هكا حتى لهنايا، باش نوريكم في المرايا. تسنى نوريكم في المرايا، غتشوفوا هنايا انت، شوف هكا بلاتي بلاتي نقلب، شتي هانت شتي شحال طويله هانت، ها طويله شتي نفسها بحال هكا، كتجي زويونه نتفي الضو، كتجي زويونه. هادشي اللي كاين الحبيبات ديالي. المهم اش غنقول لكم، خليتكم على خير وحتى الفيديو الاخر ان شاء الله، وديما ديما انا شويه معاكم بحال هكايا، ما سخيتش بكم. و اش غنقول لكم، نقضي شي حاجه، نقضي غراض، نصبن شي حويجات نديرهم في لا ماشين ان شاء الله باش نصبنهم، حيت الشميشه كاينه وباقي الهواء نقي وصافي، هادشي اللي كاين. يلاه خليتكم راحه الله، كنبغيكم بزاف، يلاه بالسلامه عليكم، شكرا.